مشاهدينا في كل مكان، واهلا بضيوفي في الاستوديو. برنامجنا برنامج عالمي بينتج في كثير من دول العالم، والاول مره على شاشه التلفزيون المصري. في كل حلقه ممكن تكسبوا ربع مليون جنيه. برنامجنا اسمه 50 50. قوانيننا سهله جدا، بس لازم نراجع عليها في بدايه كل فقرة أو في بداية كل مرحلة. المرحلة الأولى معايا ثلاث فرق، كل فريق عبارة عن اثنين متسابقين. بطرح عليهم السؤال، الفريق اللي عارف الإجابة بسرعة بيدوس على الشاشة اللي قدامه، لكن خلي بالكم المتسابق اللي داس على الشاشة مش هو اللي بيجاوب، زميله اللي معاه في الفريق هو اللي بيجاوب. جاوبوا صح كسبوا 200 نقطة، جاوبوا غلط ال 200 نقطة بيتقسموا على الفريقين التانيين 100 و100، 50 50. تعالوا مع بعض نتعرف على الثلاث متسابقين او الثلاث فرق. معايا الفريق الاولاني احمد وايمان. مدام ايمان هي والدة احمد، وبقول لاحمد الف الف مبروك لانه جاب في الثانوية العامة 102%. الف مبروك. محمد الفريق الثاني محمد وعمر. محمد وعمر انتوا الاثنين صحاب ودايما بتلعبوا كوره وبتحبوا المعلومات العامه. معايا الفريق الثالث احمد واميره. احمد واميره اخوات، واحمد بيشتغل في المجال الاعمال الحره، بيشتغل في مجال الملابس، واميره طالبه حاليا. نبتدي مع بعض المرحله الاولى. جاهزين؟ السؤال الاول بيقول ما هي مده السنه القمريه؟ احمد هو اللي داس، بنفكركم ايمان هي اللي بتجاوب. يا إما الإجابة الأولانية اللي هي 354 يوم، يا إما الإجابة الثانية اللي هي 356 يوم. مدام إيمان؟ الإجابة الأولى 354 يوم. الإجابة الأولى 354 يوم. نشوف الإجابة صح ولا غلط؟ إجابة صحيحة. أحمد وإيمان بقى معاهم 200 نقطة. السؤال اللي بعد كده، ما هي مدة حكم الرئيس في الولايات المتحدة؟ محمد هو اللي داس، عمرو هو اللي هيجاوب. إن شاء الله. هل هي الإجابة الأولى 5 سنوات؟ هل الإجابة الثانية 4 سنوات؟ 4 سنوات. تختار الإجابة الثانية. نشوف الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة. محمد وعمرو بقوا 200 نقطة. السؤال اللي بعد كده، أين تقع محافظة الجيزة؟ محمد هو اللي داس، عمرو هو اللي بيجاوب. معايا الإجابة الأولانية شرق النيل، الإجابة الثانية غرب النيل. الإجابة الأولى إن شاء الله. الإجابة الأولى. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة خاطئة، يبقى معناها إن ال 200 نقطة بيتقسموا على الفريقين التانيين. يبقى أحمد وأميرة بقى 100، وأحمد وإيمان بقى معاهم 300 نقطة. أحمد وإيمان أرجو إن كنتوا تشدوا حيلكم شوية. السؤال اللي بعد كده بيقول ما عدد ضربات قلب الفيل في الدقيقة؟ أحمد داس بسرعة، إيمان أو مدام إيمان والدته هي اللي هتجاوب. يا إما الإجابة الأولانية 50 إلى 100 أو 25 إلى 30. الإجابة الثانية من 25 إلى 30. الإجابة الثانية 25 إلى 30. نشوف الإجابة الصح ولا غلط. إجابة صحيحة. أحمد وإيمان بقوا دلوقتي 500 نقطة. السؤال اللي بعد كده، ما هو اسم الفنان نجاح الموجي الحقيقي؟ أحمد برضه هو اللي داس بسرعة، وإيمان هي اللي هتجاوب. الإجابة الأولانية عبد المعطي. محمد الموجي ولا ناجي محمد الموجي؟ الإجابة الثانية. الإجابة الثانية ناجي. أفندم؟ ناجي محمد الموجي. ناجي محمد الموجي. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة خطأ، معناها ال 200 نقطة هيروحوا للفريقين التانيين. أحمد وإيمان بقوا 500 نقطة، ومحمد وعمرو 300 نقطة، وأحمد وأميرة 200. السؤال اللي جاي،
بيقول كم رائحة يمكن أن يميزها الإنسان؟ أحمد هو اللي داس، إيمان هي اللي هتجاوب. الإجابة الأولانية حوالي 300 رائحة، الإجابة الثانية حوالي 3000 رائحة. بسم الله الرحمن الرحيم، حوالي 3000 رائحة. الإجابة الثانية. الإجابة الثانية، نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة، أحمد وإيمان بقوا 700 نقطة. السؤال اللي بعد كده، أين سيوضع تمثال رمسيس الشهير؟ الإجابة الأولانية وسط ميدان الرماية، أو الإجابة الثانية المتحف المصري الكبير. محمد هو اللي داس، عمرو هو اللي هيجاوب. في وسط ميدان الرماية. وسط ميدان الرماية، نشوف الإجابة الصحيحة ولا غلط. إجابة خاطئة، 200 نقطة بيتقسموا على الفريقين التانيين. أحمد وإيمان بقوا 800، أحمد وأميرة بقوا 300. السؤال اللي بعد كده، بين من قامت الحرب بسبب مباراة كرة قدم؟ الإجابة الأولانية المكسيك، بوليفيا. الإجابة الثانية سلفادور وهندوراس. أميرة هي اللي داست، أحمد هو اللي هيجاوب. قامت الحرب السلفادور وهندوراس. داسوا الإجابة الثانية، نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة، أحمد وأميرة بقوا 500 نقطة. إحنا دلوقتي خلي بالكم في آخر دقيقة في المرحلة الأولى. السؤال سريعاً، كم تبلغ مدة حمل الفيل؟ إيمان هي اللي داست، أحمد هو اللي بيجاوب. 750 يوم دي الإجابة الأولانية، 350 يوم الإجابة الثانية. إن شاء الله الإجابة الأولانية 750 يوم. شوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة، أحمد وإيمان بقوا 1000 نقطة. السؤال اللي بعد كده وبسرعة، على أي فيروس يطلق HIV؟ أحمد، أميرة هي اللي داست، أحمد هو اللي بيجاوب. فيروس إنفلونزا الطيور ولا فيروس الإيدز؟ فيروس إنفلونزا الطيور. الإجابة الأولانية، نشوف الإجابة صح ولا غلط. إجابة خاطئة، الفريقين التانيين بيكسبوا كل واحد 100 نقطة. السؤال اللي بعد كده بسرعة، ما هما الدولتان اللتان تشكل الغابات معظم مساحتها؟ جنوب أفريقيا وتشاد ولا جوبانا وسورينام؟ إيمان؟ جويانا وسورينام إن شاء الله. اختارت الإجابة الثانية، نشوف الإجابة صح ولا غلط. إجابة صحيحة، أحمد وإيمان كسبوا 1300 نقطة. مشاهدينا مشاهدين 50-50، شكرا لأحمد وأميرة، شكرا لمحمد وعمر. الفريق أحمد وإيمان هم اللي مكملين معانا في المرحلة الثانية. مشاهدينا فاصل وراجعين و50-50. رجعنا لكم تاني ومعايا إيمان وأحمد، هما اللي كسبوا في المرحلة الأولى، وبنبتدي المرحلة الثانية. لكن قبل ما نبتدي المرحلة خلينا نتعرف أكتر على إيمان وأحمد. مدام إيمان، أنا عارف إن أحمد ابنك، عندك ولاد تانيين؟ عندي أسيل الكبيرة في بكالوريوس في حاسبات. اسمها إيه تاني؟ أسيل. أسيل؟ آه. أسيل يعني إيه؟ يعني الخد الناعم. اللغة العربية. حلو، ممكن نستخدم السؤال ده بعد كده في 50-50. هو سؤال جميل. اتفضل. أسيل بكالوريوس حاسبات ومعلومات السنة دي إن شاء الله، وهي برضو بتلعب تايكوندو. تمام، هي الكبيرة. هي الكبيرة. طب اشمعنى جبتي أحمد ما جبتيش ليه الكبير؟ هي مش فاضية، عندها كورسات وكده، مش فاضية. ربنا يوفقها. يا رب إن شاء الله. وبعد كده أحمد. أيوه. طبعا بيلعب فولي بول، والسنة دي في أولى طب عين شمس. أيوه. وما شاء الله عليه، يعني مجموع كويس في الثانوية العامة. ربنا يوفقها يا رب. احمد 102% في ثانويه عامه، جبتها ازاي؟ انا اصلا جايب 98 في امتحانات وكده بس، وبلعب فولي، ودخلت منتخب القاهره وخدنا اول جمهوريه، فزاد علينا 4% كمان، عشان كده هم بيطلعوا فوق ال 100%. طب كويس، داخل طب ان شاء الله. حابب موضوع الطب؟ يعني ربنا يسهل بقى. يعني ايه يعني؟
هو انا اصلا كنت حابب صيدله بس يعني برضو فكرت فيها وكده. لقيت ان الطب برضو هم اسم الدكتور. صيدله عايز تطلع زي ماما؟ هو انا لا، هو انا عشان بحب الكيمستري قويها يعني. بس وطب برضو هو بابا دكتور فبرضو ممكن يساعدني في الحكايه دي وكده في شغله. طيب مدام ايمان، لو كسبتي ربع مليون جنيه ناوي تعملي ايه؟ اكمل بس الاول عندي عمر. عمر احسن يزعل مني قوي. اكيد هو الصغير طبعا. الصغير لا ده لازم، ده لازم نحترمه جدا. تمام يا عمر. طبعا عشان هو بيلعب تايكوندو يديني علقه يعني محترمه في البيت. ربنا يخليه. هو في سته ابتدائي ان شاء الله. هتعملي ايه بربع مليون جنيه؟ قول يا رب. يا رب طبعا ان شاء الله. بصراحه يعني مش مخططه يعني. اولا هو يعني حكايه ربع مليون دي ممكن تكون صعبه شويه بس ربنا يوفق ان شاء الله. هو انا اول حاجه عايز اعملها هشتري عربيه ان شاء الله. نتمنى ايمان واحمد يكسبوا الربع مليون جنيه 250 الف جنيه. خلونا نبتدي مع بعض المرحله الثانيه. المرحله الثانيه فيها 10 اسئله، 5 لايمان و5 لاحمد. كل سؤال من العشرة ليه قيمه معينه. يعني مثلا السؤال الاول قيمته 500 جنيه، السؤال الثاني 500، الثالث 1500، 1500، 2000، 2000، 3000، 3000، 5000، واخر سؤال قيمته 6000 جنيه. مجموع الشجره الجميله دي، مجموع الشجره الجميله اللي هي الاسئله قيمتها 25000 جنيه. جاوبوا السؤال صح بيكسبوا قيمه السؤال، جاوبوا السؤال غلط بتخسروا قيمه نص القيمه اللي موجوده معاكم في البنك. واضح؟ واضح. أحمد لو بسألك السؤال بتاخد وقتك في الإجابة، لكن مدام إيمان من أول ما أحمد بيختار الإجابة ما بين الإجابة الأولى أو الثانية وبيدوس ويختار عندك 10 ثواني فقط عشان تأكدي الإجابة اللي قالها أحمد أو تختاري الإجابة الثانية. إحنا في الأول وفي الآخر بنختار إجابة المتسابق الثاني والعكس صحيح. صحيح طبعا. جاهزين؟ المرحلة دي عايزة تركيز أكتر، المرحلة دي عايزة تكسبوا أكتر عشان تكسبوا بعد كده في المرحلة الثالثة مبالغ أكبر. نتمنى لكم التوفيق. نبتدي مع بعض ومعايا إيمان وأحمد والمرحلة الثانية. السؤال الأول قيمته 500 جنيه. سؤال موجه لأحمد. أين تقع المكسيك؟ الإجابة الأولانية جنوب الولايات المتحدة، الإجابة الثانية شمال الولايات المتحدة. خد وقتك واختار ما بين الإجابتين. إن شاء الله الإجابة الأولى جنوب الولايات المتحدة. دوس عليها. مدام إيمان في خلال 10 ثواني لازم تأكدي لي أو تختاري الإجابة الثانية. أكدت خلاص. مدام إيمان اختارت وأكدت على إجابة أحمد وهي جنوب الولايات المتحدة. نشوف الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة. إيمان وأحمد معاهم دلوقتي 500 جنيه في البنك. السؤال اللي جاي لمدام إيمان وقيمة السؤال 3000 جنيه. السؤال بيقول من الذي بنى القاهرة والجامع الأزهر؟ الإجابة الأولانية جوهر الصقلي، الناصر محمد ابن قلاوون. بسم الله الرحمن الرحيم. جوهر الصقلي. الاثنين اختاروا الإجابة الأولى جوهر الصقلي.
معاهم 500، السؤال ب 3000، لو جاوبوا صح هيبقوا 3500، لو جاوبوا غلط هيرجعوا ل 250. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة. إيمان وأحمد معاهم دلوقتي في البنك 3500 جنيه. ماشيين لحد دلوقتي كويس. أتمنى إن كنتوا تفضلوا كده. إن شاء الله. نشوف السؤال الثالث، قيمته 1500 جنيه. السؤال موجه لأحمد، ما هي عملة بولندا؟ هل هي الإجابة الأولى زلوتي؟ الإجابة الثانية فرانك؟ إن شاء الله الإجابة الأولى زلوتي. الاثنين اختاروا الإجابة الأولى. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة. إيمان وأحمد دلوقتي معاهم 5000 جنيه. نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع قيمته 2000 جنيه. السؤال بيقول لإيمان، من كتب قصيدة مصر تتحدث عن نفسها؟ الإجابة الأولانية أحمد شوقي، الإجابة الثانية حافظ إبراهيم. مدام إيمان خدي وقتك ونركز. بسم الله الرحمن الرحيم، حافظ إبراهيم. أحمد أنت بتتبع تعليمات والدتك. أكد في الشعر على طول. خلي بالكم أنتوا معاكم 5000 جنيه. السؤال قيمته 2000 جنيه. لو جاوبوا صح هيبقى معاهم 7000 جنيه. لو جاوبوا غلط هيخسروا نص اللي في البنك، يعني هيبقى معاهم 2500 جنيه. نشوف الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة. إيمان وأحمد بقى معاهم 7000 جنيه. السؤال الخامس قيمته 1500 جنيه. السؤال الخامس لأحمد، من هو الشيخ الرئيس؟ الإجابة الأولى ابن النفيس، الإجابة الثانية ابن سينا. خد وقتك وعلى مهلك، انتوا معاكم مبلغ كبير 7000 جنيه. نتمنى انكم انتوا ما ترجعوش ل 3500. جاوبتوا صح هيبقى معاكم 8500. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله الاجابه الاولى من النفيس. هنا اختلفوا الاثنين، احمد اختار الإجابة الأولى، إيمان اختارت الإجابة الثانية. إيمان أنت قريتي المعلومة دي قبل كده؟ بس أنا يعني القعدة هنا ممكن تلخبطني، بس أنا عارفة إن هو ابن سينا. أنا قريت عليها قبل كده برضو، بس مش عارف، أنا دايماً بحب أختار الغريب عليا، مش عارف ليه. الإجابة صحيحة. إيمان وأحمد بقى معاهم دلوقتي 8500 جنيه. إيمان وأحمد إحنا دايماً قانون اللعبة بناخد برأي أو الاختيار المتسابق الثاني. فكويس إن والدتك لحقتك. الحمد لله. نتمنى إن كنتوا تستمروا كده. أرجو الهدوء أكتر وتستمروا في المود اللي أنتوا فيه دلوقتي ده. بتجاوبوا كويس ما شاء الله. ربنا يسهل تكملوا كده على طول. مشاهدينا نروح لفاصل و50 50.
رجعنا لكم تاني وبنكمل المرحلة التانية، ومعايا إيمان وأحمد، ومعاهم في البنك دلوقتي 8500 جنيه. كانوا ماشيين هايل، نتمنى إن هم يكونوا ماشيين كده طول الوقت في المرحلة التانية والمرحلة التالتة. السؤال السادس قيمته 2000 جنيه. السؤال موجه لإيمان، من هو الرسام الذي قطع أذنه؟ الإجابة الأولانية بيكاسو، الإجابة الثانية فان جوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد 10 ثواني، يا إما تأكد لي يا إما تختار الإجابة الثانية. إيمان وأحمد اختاروا نفس الإجابة، وهي الإجابة الثانية فان جوخ. معاهم 8500 جنيه. السؤال ب 2000 يا أحمد. مدام إيمان لو كسبتوا هيبقى معاكوا 10500 جنيه. لو خسروا هيبقى معاهم 4250 جنيه. مرحلة مهمة جدا. قريت المعلومة دي يا أحمد قبل كده؟ بس مش فاكر بالظبط الرسام. بتتبع الوالدة؟ هو طبعا جزء من الإجابة إن أنا بتبع الوالدة عشان واثق في معلوماتها ما شاء الله. تمام. بس برضو عدت علي. عدت علي. وحضرتك؟ لا عارفاها. متأكدة؟ شور. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة. إيمان وأحمد بقى معاهم 10500 جنيه. هايل. لحد دلوقتي ماشيين هايل. نشوف السؤال رقم 7. قيمته 3000 جنيه. أين كانت تقع دار الأوبرا المصرية القديمة قبل احتراقها؟ السؤال موجه لأحمد. الإجابة الأولانية قرب ميدان رمسيس، الإجابة الثانية قرب ميدان العتبة. دار الأوبرا المصرية القديمة. إن شاء الله الإجابة الأولى قرب ميدان رمسيس. أحمد اختار الإجابة الأولى، مدام إيمان والدته اختارت الإجابة الثانية. السؤال ب3000 جنيه، معاهم 10500 جنيه. مدام إيمان لو خسرتوا هتبقوا 5250. هي دار الأوبرا كانت في قرب ميدان العتبة جنب مكان المسرح القومي اللي برضو اتحرق، يعني هو ده مكانها اللي أنا أعرفه، إلا إذا بقى أنا اتغير المكان ما أعرفش. بس أنت اخترت ميدان رمسيس. قلت أوسع. أوسع. بس أزحم. دلوقتي. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة صحيحة. مدام إيمان وأحمد بقوا معاهم 13500 جنيه. السؤال الثامن قيمته 5000 جنيه. خلي بالكوا من السؤال جدا، قيمته عالية. سؤال موجه لمدام إيمان. أكثر دولة أفريقية سكاناً. الإجابة الأولى نيجيريا، الإجابة الثانية أثيوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بفكرك 10 ثواني. 10 ثواني بسرعة. بسرعة. هما الاثنين اختاروا الإجابة الثانية اللي هي أثيوبيا.
لو جاوبته صح هيبقى 18500، لو جاوبته غلط هنخصم نص 13500 هتبقى 6750. نشوف الإجابة صح ولا غلط. الإجابة خطأ. إيمان وأحمد اتخصم نص ال 13500 وبقوا معاهم 6750. زي ما قلنا قبل كده أرجوكوا على مهلكوا، ركزوا أكتر، ما تستعجلوش. ناقص لنا سؤالين، خلي بالكم السؤال التاسع قيمته عالية، السؤال التاسع قيمته 6000 جنيه، يعني ممكن تعوضوا اللي فات. سؤال موجه لأحمد، أين يوجد ضريح صلاح الدين الأيوبي؟ الإجابة الأولانية دمشق، الإجابة الثانية بغداد. خد وقتك يا أحمد، هقيس لكم السؤال ده والسؤال اللي بعديه فقط. قيمة السؤال التاسع ده 6000 جنيه. وبالتالي هو في دمشق إن شاء الله. هما الاثنين جاوبوا الإجابة الأولى. السؤال اللي قبل كده انتوا خسرتوا مبلغ كبير. السؤال ده برضو لو خسرتوه تخسروا برضو مبلغ كبير. قيمة السؤال 6000 جنيه، لو كسبتوه هيبقى 12750، لو خسر السؤال هيبقى 3375. مدام إيمان انت روحتي دمشق ولا مرة؟ شوف الإجابة صح ولا غلط. إجابة صحيحة. إيمان وأحمد بقى معاهم 12750. كويس قوي، عوضت السؤال اللي قبل كده، وده في مصلحتكم لأنكم انتوا لو طلعتوا من المرحلة دي بمبلغ كبير يبقى بتلعبوا في المرحلة الثالثة على مبلغ أكبر. السؤال العاشر قيمته 500 جنيه. السؤال العاشر موجه لمدام إيمان، ما هي مجموع زوايا المثلث؟ الإجابة الأولى 180، الإجابة الثانية 360. واضح ان كنتوا يعني حضرتك صيدله ولا رياضه ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. سهل يعني 60 في 3 زوايا المثلث، 60 في 3 لو متساوي، لو اي حاجه تانية برضو بيبقوا من نفس المجموع. منطقي. نشوف الاجابه صح ولا غلط. الاجابه صحيحه. إيمان وأحمد بقى معاهم في البنك دلوقتي 13250 جنيه. رجعتوا تاني للرقم 13، رقم الحظ بتاعكم واضح إن هو رقم 13. عموماً مبروك إنك أنتوا بقيتوا في المرحلة التانية معاكم 13250 جنيه. هننتقل إلى المرحلة التالتة. خلي بالكم المرحلة التالتة محتاجة واحد فيكم يبقى المتسابق الأول، واحد فيكم يبقى المتسابق التاني، المتسابق التاني
بيبقى عليه حمل اكبر في المرحله الاخيره والثالثه. فاصل و50 50. رجعنا لكم تاني وفي المرحلة التالتة ومعايا إيمان وأحمد، واللي كسبوا في المرحلة التانية 13,250. احنا بنديكم فرصة في المرحلة التالتة ان احنا نضرب المبلغ في 10، يعني هتلعبوا في المرحلة دي على 132,500، لكن لو جاوبتوا الخمس أسئلة صح اللي في المرحلة الثالثة. أحمد خلي بالك، بسألك السؤال بيظهر عندك الإجابتين بدون ولا كلمة، بتختار الإجابة الأولى أو الثانية. إيمان ما بيظهرش عندك غير فقط الإجابة اللي اختارها أحمد، وعليك إنك أنت يا إما تأكدي الإجابة اللي اختارها أحمد يا إما تختاري الإجابة الثانية اللي مش موجودة عندك. واضح؟ نبتدي مع بعض المرحلة الثالثة، والسؤال الأول بيقول: إلى من تنسب كلمة اليوسفي؟ أحمد 10 ثواني. أحمد اختار الإجابة الأولى. مدام إيمان محتاج يا إما تأكد الإجابة يا إما تختار الإجابة الثانية اللي مش موجودة عندك على الشاشة. أدوس على برضو الرقم اللي هو اللي أنا مختاره. تختاري زي ما أنت عايزة. مدام إيمان اختارت نفس الإجابة اللي اختارها أحمد. طبعاً إحنا ما بنعرفش الإجابة دلوقتي، لكن هنروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول: ما هي أكبر دولة منتجة للمطاط الطبيعي في العالم؟ أحمد بسرعة. أحمد اختار الإجابة الأولى. مدام إيمان أكدت الإجابة اللي قالها ابنها أحمد. نشوف السؤال الثالث: كم يزن الحوت الأزرق؟ مدام إيمان يا إما تأكدي الإجابة بتاعت أحمد يا إما تختاري الإجابة الثانية اللي أنت مش شايفة خالص. أفندم؟ بما إني مش شايفة الثانية خالص، يعني مش كده، ما عنديش أي توقع، لأن أنا عارف إن الحوت الأزرق أكبر الكائنات الأرضية، الكائنات عموما اللي موجودة على وجه الأرض، فأتوقع إن هو وزنه كبير، بس أنا مش عارفة بالظبط 130 طن أو 130 طن في 1000، 130 ألف كيلو جرام، 130 ألف كيلو جرام، 130 ألف. معلوماتك ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خطأ.
هو الرقم بس لو في اختيار كان ممكن الواحد يجيبه، بس هو اكبر الكائنات الحوت الازرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين جاوبوا نفس الاجابه وهي الاجابه الاولى. نشوف السؤال الرابع. الهرير هو صوت هما الاثنين برضو أكدوا الإجابة. عموما زي ما قلنا ما بنعرفش الإجابة دلوقتي. بنشوف السؤال الخامس. في عهد من تم فتح الأندلس؟ مدام إيمان. طب أنا عايزة بقى أحسبها كده. اتفضلي. على فكرة ممكن تفكري بصوت عالي، مفيش أي مشكلة. هي اتفتحت في عهد الدولة الأموية، الوليد بن عبد الملك أحد الملوك الدولة الأموية، الوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان. هو أنا لو الاختيار الثاني عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، أو ما انا اخاف يكون الاختيار الثاني بره الاسره الامويه خالص، ممكن يكون كده صح؟ ممكن. الله اعلم. هي في الفتره دي بس الوليد ولا قبله؟ هي دي قوانين اللعبه. هو يا اما عبد الملك يا اما الوليد، فبما اني برضو مش شايفه الاختيار الثاني هاكد ده. عموما انتوا الاثنين برضو اخترتوا نفس الاجابه. هطلب من مدام ايمان انك انت تروحي تقفي جنب ابنك احمد وتفكروا تاني في اجابات الاسئله اللي على الشاشه. احنا شايفينها. وبعدين المرحله اللي جايه عايزه برضو تركيز اكبر واكبر. خلي بالكم مشاهدينا، فاصل سريع و50 50. رجعنالكوا تاني و50 50 ومعايا احمد وايمان اللي كانوا بيلعبوا في المرحله اللي فاتت على 132500. هطلب من ايمان واحمد يقولوا لي كام سؤال صح من الخمسه وكام سؤال غلط. مشاكين في اثنين غلط، يعني الاجابه الاولانيه متاكدين منها والاجابه الاخيره متاكدين منها والرابعه كمان متاكدين انهم صح ان شاء الله. ان شاء الله يعني الاولى والاخيره دول 100% ان شاء الله، والرابعه تقريبا يعني يبقى كده عندنا ثلاثه صح والبرازيل لا مش ثلاثه مظبوطه والوزن كده، يبقى عندنا ثلاثه صح واثنين غلط ان شاء الله باذن الله. دي اجابه نهائيه ان شاء الله. ثلاثه صح احمد واثنين غلط ان شاء الله. لازم تبقوا انتوا الاثنين متوافقين يعني موافقين على الاجابه ان شاء الله باذن الله. ثلاثه صح واثنين غلط. احنا اتناقشنا يعني برضه هنا. ده معناه ان احنا هنلعب في المرحله دي على مبلغ 39750. لو التوقعات بتاعتكم طلعت صح هتكسبوا المبلغ اللي انا قلته اللي هو 39750. لو التوقعات طلعت غلط
هتاخدوا فقط نصف المبلغ اللي انتوا كسبتوه في المرحلة الثانية اللي هو نص ال 13250. اوكي؟ نبتدي مع بعض نشوف السؤال الرابع كان اجابته ايه؟ الرابع؟ السؤال الرابع الهرير هو صوت الإجابة الأولانية كان الكلب، الإجابة الثانية كانت الهرة، وانتوا الاثنين أجمعتوا على الإجابة رقم 2 اللي هي الهرة. أحمد ليه جاوبت الإجابة دي؟ كلب نباح، كلب نباح، الهرة هرير. مدام إيمان ماشي نفس التوقف يعني. نشوف الإجابة على سؤال 4 كانت صح ولا غلط. الإجابة كانت غلط. الكلب الهرير كان المفروض للكلب الصغير لغويا. للكلب. ما زلنا في نفس المنطقة. انتوا طلبتوا انه في 3 صح، مش مهم اي 3 او واثنين غلط، واحدة راحت اللي هي الغلط. نشوف السؤال الثالث إجابته إيه بالظبط. كم يزن الحوت الأزرق؟ كان الإجابة الأولى 130 طن، الإجابة الثانية 13 طن. أنتوا الاثنين أجمعتوا على 130 طن. كنت بتقولي وأنت بتجاوبي السؤال ده إنه الحوت هو أكبر المخلوقات وزنا. فكرت كده برضه. هو سهل، الوزن اوفر قوي يا فندم؟ هو الوزن كتير قوي، 130 طن، 130 ألف كيلو جرام، كتير قوي، بس بما إنه أكبر الكائنات واي نوت يعني. عموما خلينا نشوف إجابة السؤال الثالث صح ولا غلط. الإجابة صحيحة. واحدة صح، واحدة غلط. يا رب. ناقص لكم 2 صح، واحدة غلط. السؤال الخامس كان بيقول في عهد من تم فتح الأندلس؟ الإجابة الأولانية هارون الرشيد ولا الوليد ابن عبد الملك؟ أنتوا الاثنين جاوبتوا الإجابة الثانية، الوليد ابن عبد الملك. مين فيكو قراها او مين فيكو عرفها منين؟ لا هي يعني الفتح الاندلس تم او الفتوحات اللي شمال افريقيا والاندلس يعني كان بدا من الخلفاء الراشدين واستمر في الدوله الامويه، وتم فتح الاندلس في اثناء الدوله الامويه. هارون الرشيد كان سادس الخلفاء العباسيين، يعني كان المفروض ان الاندلس كانت مفتوحه اوريدي بقالها زمن لما على ما وصل الحكم لهارون الرشيد. ايه رايك يا احمد في اللي والدتك بتقوله؟ جميل جدا. لا ما انا عارف يعني ممكن يكون جميل وممكن ما يكونش جميل، بس انت صح. ايه انت ايه رايك؟ ايه ما انا اصلا اللي مختار الوليد، هو انا اخترته برضو. هو انا اول ما شفت السؤال قبل ما افكر جه في بالي خالد بن الوليد عشان ماضي جبل طارق، بعد كده دخل على الاندلس وبتاع، بس بعد كده لما شفت برضو لا هارون عباسي. الوليد اموي، خدت وليد. هو هيطلع غلط يعني. ما اعرفش. طب شوف احنا حددنا نشوف. تعالوا نشوف مع بعض إجابة السؤال الخامس كانت صح ولا غلط. شكلنا وحش قوي. الإجابة فعلا كانت صح. والله تاريخ مصر كله بوظنا التاريخ، تاريخ العرب كله. أخبار نبضات القلب إيه؟ لا والله وقفت، مفيش، وقفت خالص. هي كانت شغالة قبل كده لكن دلوقتي مفيش. نشوف السؤال الأول، إلى من تنسب كلمة اليوسفي؟ يوسف أفندي. الإجابة الأولانية أول من جلب بذور إلى مصر أو بذورها إلى مصر. الإجابة الثانية الحجاج ابن يوسف الثقفي. ملوش دعوة. أنتوا الاثنين جاوبتوا الإجابة الأولى اللي هي أول من جلب بذورها إلى مصر. طب أنت حاسس أنك أنت وأنت بتجاوبي
متأكدة قوي من الإجابة يعني. لأن اليوسفي دخل مصر في عهد الأتراك في مكان الحكم التركي في مصر، كان واحد اسمه يوسف أفندي جلبها وقدمها معرفش يمكن للوالي الموجود واتبدأت تتزرع في مصر، لكن الحجاج ده في الدولة الأموية ملوش دعوة بالقصة دي بقى يعني. نشوف الإجابة الأولى، السؤال الأول كانت إجابته إيه؟ الإجابة صحيحة. لكن المفروض نقول يا رب تطلع غلط. يا رب تطلع غلط. لا هي تايلاند خلاص. المفروض السؤال اللي جاي المفروض يطلع يطلع غلط. يطلع غلط. لأول مرة أشوف متسابقين بيقولوا يا رب يطلع غلط. دايما بيقولوا يا رب يطلع صح. لا أصل هي تايلاند يعني، هو لما قال لي الاختيار الثاني وضحت الرأي. بس يا رب يا رب تطلع غلط. يا رب غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مع مشاهدينا السؤال قول بسم التاني. الله بس قول بسم الله. ما هي أكبر دولة منتجة للمطاط الطبيعي في العالم؟ يا رب بسم الله. الإجابة الأولانية كانت البرازيل، الإجابة الثانية كانت تايلاند. لو انتوا الاثنين اخترتوا البرازيل صح؟ طب ليه ما اخترتوش تايلاند؟ هو اللي شاف انا شفت. هو انا اول ما فكرة انها 10 ثواني، انا اول ما شفت المطاط قلت اشوف ايه اللي فيها شجر اكتر. هو الفكرة هي انا قلت البرازيل اكبر وفيها مليانة غابات وفيها الامازون، فلا مليانة الامازون حواليها برضه غابات، كلها غابات بس. وتايلاند انا برضه عارف انها كلها شجر وغابات، بس انا فكرت في مين اكبر فقلت البرازيل. بس هو الاثنين في 10 ثواني كمان قلت اخد الاكبر بقى وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين ممكن تخسروا قد ايه لو الاجابه صح؟ في الاخر احنا كسبانين، احنا جايين ايدينا فاضيه يعني، اللي هنكسبه رضا ونعمه من عند ربنا يعني الحمد لله. ايوه بس مبلغ فرق كبير قوي يعني، مش احنا كنتوا تاخدوا نص يعني المبلغ اللي انتوا كسبتوه في المرحله الثانيه يعني نص ال 13250، وان كنتوا تكسبوا مبلغ 39,750 فرق كبير قوي. بسم الله. انا لو في مكانكم هبقى بصراحه مش عارف. احنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا رب يا رب يا رب. نشوف الاجابه صح ولا غلط. بسم الله الرحمن. يا رب يا رب يا رب. إجابة خطأ. تسعة وتلاتين ألف وسبعمية وخمسين. تسعة وتلاتين ألف وسبعمية وخمسين. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. هتعملوا حاجات كتير. حاجات كتير. مشاهدينا مبلغ كبير لإيمان وأحمد، أشوفكم في الحلقة الثانية. و50 50.